الزلة يا رجال، يا رجال كذا عشان نتحرك معك ونعيش الجو. ها ولا يا مشعل؟ ايه ها؟ والله شوهتنا. الله اكبر. جتني رسالة يطلبون فيها المشاهد، وهذا يعني صفة هي ذميمة. نتكلم عن الظلم وعن الشك ما بين الزوج والزوجة يا أبو عبد الله، ولعلك يعني تسهب هذا الموضوع. أنا الظلم من الزوج للزوجة ومن الزوجة كذلك للزوج، يعني في إثارة الشكوك أو إثارة في كل فعل له معنى، له قصد، له كذا. فالواحد يعني يراقب الله سبحانه وتعالى ويتقي الله سبحانه، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. يعني الله سبحانه وتعالى جعلك زوج وأصبحت هذه المرأة زوجة لك، وتكون في خدمتك وتكون تصبر عليك وتجاريك، ويعني كثير من الأشياء تقدمها لك، فكيف تظلمها وهي زوجتك وصاحبة حياتك؟ فيعني الظلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يعني الله حرم الظلم على نفسه. وكذلك الباب الثاني اللي هو الشك، يعني أن أسيء الظن، هذه من الأشياء الكبيرة التي خربت البيوت وكانت سبب في الطلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا وإياكم هذا الشر. يعني إساءة الظن والشك، شكلها شكله، سوت. فأنا دائما أتعامل يعني بحسن الظن، وأترك يعني أنتهي عن إساءة الظن في صاحبي، في زوجتي، في زوجي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق. هذه رسالة، وهذا الموضوع أساسا يحتاج إلى حلقات حتى نتكلم عنه ونسب عنه، وليت أبو عبد الله يعطينا مما أعطاه الله. بسم الله الرحمن الرحيم.